والفجر وليال عشر والشفع والوتر. أقسم الله في أوقات أقسم الله بأوقات عظيمة تكثر فيها الحسنات، منها الفجر. وما أدراك ما الفجر؟ وما فيه من خير. وليال عشر، وهم العشر ليال من ذي الحجة. فضل والوتر، وهو يوم العرفات، وهو يوم عرفات. والشفع والوتر، والشفع وهو يوم الأضحى. ليس العيد كما يظن كثيرا من الناس أوقات ضائعة في اللهو واللعب والغفلة، بل شرع العيد لإقامة ذكر الله والثناء عليه سبحانه بها وشكره عليها. وقد أمر الله سبحانه وتعالى عند إكمال العدة بتكبيره وشكره، فقال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إخواني، أكررها، ليس العيد لمن لبس الجديد، إنما العيد لمن خاف يوم الوعيد. ليس العيد لمن كسب الجنيه والدولار، إنما العيد لمن خاف العزيز الجبار. أما عن موعظة النساء فوالذي نفسي بيده، إن سر الضنك الذي تحياه الآن كثيرا من الأسر المسلمة سببه البعد عن منهج الله والبعد عن شرع الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع التقليد الأعمال الشرق والغرب، فإن كثيرا من بيوت المسلمين الآن هزمت هزيمة نفسية نكراء، فراح الساب يقلد الرجل الغربي الذي لا يعرف له دينا، وراحت الشابة المسلمة تقلد المرأة الغربية التي لا تعرف دينا ولا خلقا ولا عفة ولا حياء. ولا أرى ذلك إلا تقليد المغلوب للغالب، تقليد الأسفل للأعلى، كيف ذلك؟ وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وإنما نراه الآن في الشوارع والطرقات من تبرج سافل وعري فاضح يؤلم القلب، ومن بناطيل وملابس تلبسها الفتيات بلا قدر أو حياء، من أعظم الأدلة على خراب الأسر وعلى فساد البيوت. فأنا لا أتصور أن بنتا تخرج بهذا الزي الفاضح، قد خرجت. لا أقول مسلم يعرف الله، أين أنت أخي الحبيب من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد يعصون الله ما أمرهم يأمرون. أين أنت أختاه من قول رسول الله: ستكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت إلعنوهن فإنهن ملعونات. أختاه، إنهم يقولون إنك نصف المجتمع، بل أنت المجتمع كله. فإن كنت كما يقولون نصف المجتمع فأنت تليدين النصف الآخر، فأنت أما للرجل وزوجة له وبنتا وأختا وجدة. دعك من هؤلاء المغردين الذين يريدون أن يحرروا المرأة من دينها. فالغرب أول من أساء إلى المرأة، فإن المرأة عندهم وردة جميلة يشمها كل من مر بها، فإذا بلغت سنا ما تلقى في دار المسنين. لا
فكناها بأم عمر وزوجها برجل مصري مسلم. وبعد أيام أصرت أم عمر أن يزورهما الشيخ في بيتهم، فقال لها الشيخ: ما شعورك الآن بعد الإسلام؟ قالت أم عمر الأمريكية التي لا تعرف الإسلام إلا من أيام قليلة: والله يا شيخ أتمنى أن أصرخ بأعلى صوتي ليسمع كل امرأة أنني أخيرا ولدت دينا يحفظ المرأة كرامتها. أختاه لا تغتري بكلماتهم البراقة، فإنه كثراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. يا حرة أختاه، يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غريبة العقل غريبة النسب. هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر قائده أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تخطت خطى حمالة الحطب؟ فلا تبالي بما يلقون من شبه، وعندهم الشرع إن تدعوه يستجب. سليه من أنا من أهلي لمن نسبي للغرب أم أنا للإسلام والعرب؟ لمن ولائي لمن حبي لمن عملي لله أم لدعاة الإسم والكذب؟ أختاه هما سبيلان ما لهما من ثالث، فاكسبي خيرا أو اكتسبي سبيل ربك، والقرآن منهجه نور من الله لم يحجب ولم يشب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. ما شاء الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله.